بخير، وهذه الأيام طبعا لها منزلة عظيمة لدى رب العالمين، وإن شاء الله يعني مع حضرتك نبدأ الحديث عن فضل العشر الأول من ذي الحجة، فما هو فضلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أهنئ حضرتك والسادة المشاهدين جميعا ببداية أيام شهر ذي الحجة التي سنتكلم عنها اليوم. ربنا يتم هذه الأيام على خير للحجاج ولغير الحجاج اللي إن شاء الله يحجوا بعد كده، وإن شاء الله يبلغنا الله عز وجل يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق، ويجعل أيامنا كلها أعيادا في ظل طاعته سبحانه وتعالى. اللهم أمين. فضل العشر الأواخر من ذي الحجة، قالوا في تفسير الآيات لما العشر الأوائل من ذي الحجة، ما أصل العشر الأوائل بتخش مع عشر الأواخر من رمضان. فالحمد لله أن جعل لنا عشر أوائل في الحجة وعشر أواخر في رمضان، وجعل الأيام كلها مباركة طالما أنها كانت في ظل طاعة الله عز وجل. قالوا في قول الله تعالى والفجر وليال عشر، قالوا الليالي العشر دي هي العشر الأول من ذي الحجة، وهذه الليالي المباركة ليه هي فيها الحاجات دي كلها؟ لأن هي فيها الترتيب الأساسي. بتلاقي الحجاج غالبا يدخلون مكة ويتهيئون لمناسك الحج، لابد دخول مكة مش بداية الإحرام من البلد أو من الميقات، لا، بداية دخول مكة غالبا للناس بتلاقيها في بداية ذي الحجة. الناس بيبتدوا يهلوا على مكة، المتمتع أو المفرد أو القارن، وينتظروا، فهم ينتظرون في عبادة الله، لذلك هم في طاعة الله. ده بالنسبة للحجاج. بالنسبة لغير الحجاج، احنا دايما ايه ان احنا عاوزين نتشبه بالحجاج، فدخلنا في العشر الاوائل من ذي الحجة عشان خاطر برضو احنا نهيئ نفسينا ليوم عرفة ويوم النحر. قلنا هنا وربنا اقسم والفجر، يعني اقسم بوقت الفجر، وقيل بصلاة الفجر، وليال عشر يقسم بها بيحلف، يعني ورب هذه الليالي، أو له أن يقسم سبحانه وتعالى بما يشاء على ما يشاء. فكله مخلوقاته سبحانه وتعالى. فليالي العشر دي هي العشر الأول من ذي الحجة، بس الليالي مش الأيام زي ما قلنا قبل كده. لذلك إحنا قلنا ليلة أول ذي الحجة الليلة اللي قبلها، يعني النهاردة آخر ذو القعدة أو 29، وهنقول بكرة ذو الحجة بدأت الليلة دي. عشان كده يوم العيد ما بيخشش، إنما ليلة العيد بتخش. إحنا عندنا في الشريعة الإسلامية الليلة هي قبل اليوم، الليلة قبل اليوم. فاليوم تابع لليلة. يعني إحنا هنبدأ أهو دلوقتي، الليلة بتشهد ميلاد اليوم، ميلاد اليوم. إحنا الليلة دي ليلة الأربعاء أي بدأت، إنما يوم الأربعاء ده بكرة الصبح من ساعة الفجر يعني. إنما الليلة دي ليلة الأربعاء، عندنا ماشيين كده في الإسلام وفي التقويم الهجري وفي لغة القرآن الكريم. فهذه هي الليلة العشر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه ابن ماجة والإمام أحمد وغيره، قال ما من عمل أو ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله من الأيام العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله، شوف بقى هيجيبوا له مثال ان يعني هو العمل فيها خير قوي كبير كده. لما شافوا سيدنا النبي وهو بيتكلم صلى الله عليه وسلم، شافوه ان هو يعني ازاي بيتكلم باسارير وبيضحك، وازاي ان بيبين لهم حتى بحركات وجهه ان الايام فيها ايام مباركه. ليه؟ عشان كده عرفنا الكلام ده منين بقى. شوف احنا ما بنقرا في ثنايا الكلام عشان السؤال بتاعهم، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. يعني انت بتقول اي عمل ما يسويش الاعمال في الايام المباركه دي. قالوا طب احنا هنجيب بقى ذروه سنام الاسلام هو الجهاد في سبيل الله. يعني ولا الجهاد في سبيل الله ما بيسويش العمل الصالح في الايام العشره. قال ولا الجهاد في سبيل الله الا ان يخرج المرء بنفسه وماله في سبيل الله فلا يرجع بشيء منهما. يعني الرجل هيخرج بماله ويخرج بنفسه، وممكن يستشهد في سبيل الله وماله هيروح في سبيل الله. قال ده بس اللي يساوي العمل الصالح في الأيام العشر الأول من ذي الحجة. نعم. أيضا سيدنا مجاهد ابن جبر هو من كبار التابعين المفسر العظيم، بيقول عارفين الأيام العشر دي كمان إيه فضلها وجمالها؟ قالوا إيه؟ قالوا دي الأيام اللي ربنا تم الميقات لسيدنا موسى بيها. نعم. لذلك وواعدنا موسى 30 ليلة،
فتم ميقات، وربنا سبحانه وتعالى قال فأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. يعني شهر ذي الحجة ذي القعدة بالإضافة إلى عشر من ذي الحجة 40 ليلة. فقالوا العشر دي هي العشر اللي ربنا كمل 40 يوم أو ليلة لسيدنا موسى لمناجاة ربه عز وجل. واضح أنه أيام الله كلها خير وبركة، يعني شهر ذي القعدة أيضا لأنه من الأشهر الحرم. نعم. شهر ذي القعدة. نعم. الأيام حضرتك أي يوم في السنة تستطيع أنت أن تحوله إلى يوم بركة؟ بإيه؟ إحنا قلنا الزمان يحسن بحسن الحال. نعم. فيجي واحد يقول لك ده في ساعة نحس وفي الكلام اللي هو مش ثابت ده ولا صح. نعم. ولا كده والعياذ بالله. أنت أي وقت حتى وقت الضيق ممكن تحوله إلى وقت طاعة لما تعمل إيه؟ إن أنت تذكر ربنا، تستغفر، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شو بتحوله؟ وده اللي في علم النفس بيسموه إيه؟ بتغيير الحالة. أنت في حالة ضيق، سيدنا بقى لك إيه؟ حول المكان. أنت تقعد، أنت تسجد، أنت تصلي، أنت تتوضأ، أنت تستغفر، أنت تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال لك غير الحالة، هنا يتغير الزمان بتغير الحال زي ما بيقولوا، فكل الأيام عندنا مباركة، بس الأيام طبعًا دي لها مزيد فضل لأنها فيها مزيد تجليات من الأنوار والأسرار من الله.